السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه. الحقيقه في نوعين من الكتب الناس دايما بتتلخبط بينهم، في كتب التنميه الذاتيه وفي كتب التحفيز الذاتي، السيلف ديفلوبمنت او السيلف ليرنينج او السيلف ايديوكيشن اللي هي كتب التعليم الذاتي. دي بيبقى الكتب اللي بتعلمنا حاجه جديده او مهاره جديده بنطور فيها من مهاراتنا، زي مثلا مهارات الالقاء او مهارات التواصل. التحفيز الذاتي او السيلف موتيفيشن هي بقى الكتب اللي بتحفزنا او بتحمسنا عشان نعمل حاجه معينه. كتب التحفيز الذاتي دي مهمه جدا في حياتنا، لاننا كبشر اللي بيميزنا ان احنا عندنا مشاعر، وبعد فتره ممكن يحصل لنا حاله من حالات الخمول، فبالتالي بنحتاج كل شويه ان احنا نشحن الطاقه بتاعتنا. نشحن الطاقه دي عن طريق الكتب ديت او عن طريق الفيديوهات اللي فيها تحفيز ذاتي. كل كتب التحفيز الذاتي اللي انا شفتها او قريتها بتستخدم دايما اسلوبين عشان تعمل كده. اول اسلوب ان هي تخليك تركز على الحاجات الكويسه اللي موجوده في حياتك دلوقتي او الحاجات الكويسه اللي انت نفسك توصل لها. ده طبعا اشهرهم كتاب ذا سيكريت او السر لرواندا بايرد، واللي اخدناه قبل كده مع بعض في الزتونه هنا، بيتكلم على اللو اوف اتراكشن او قانون الجذب. الاسلوب الثاني بقى من كتب التحفيز الذاتي هو انه بيخاطب فكرك مباشره، بيوصل لفكرك وبيحاول يوجد فين المشكله، او بيحاول ان هو يرسم لك طريقه تفكير مختلفه. دي الطريقه المفضله بالنسبه لي، ودي الطريقه اللي هناخدها في كتابنا النهارده، طلع المارد اللي جواك. في البداية حابب أشكر مستقلة.com عشان هو الراعي الرسمي للحلقة دي. اللي ما عرفش مستقلة.com فهو عبارة عن موقع بيتيح لك ان انت تستخدم اي حد من الناس اونلاين عشان يعمل لك لاما موقع، لاما يعمل لك مثلا موبايل ابليكيشن، لاما يعمل لك مثلا لوجو للشركة بتاعتك، او يعمل لك اي حاجة اونلاين ممكن تتعمل. هو من الاخر موقع بسيط وسهل، وهيخليك تنجز مشاريعك في وقت قليل وبسهولة. لو عايز تعرف اكتر عن مستقل او عايز تشغل ناس عندك عشان يعملوا لك اي حاجه اونلاين، ادخل على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت. كتابنا النهارده اسمه Awaken the Giant Within، او طلع المارد اللي جواك، او طلع الوحش اللي جواك. الكتاب ده كتب واحد اسمه انتوني روبنز، والكتاب اتكتب سنه 1991 واخد ريتنجز على جود ريدز 4.1/5. زي ما قلت لكم في البدايه، الكتاب ده هيكون بيخاطب عقلنا عشان يطلع الوحش اللي جوانا، او عشان يطلع المارد اللي جوانا، وبالتالي نلاقي طريقه اخرى لتحفيز الذات. الكتاب ده فيه 9 افكار رئيسية، وهي دي زتونة الكتاب كله. هناخد 4 دلوقتي و5 الحلقة الجاية ان شاء الله. الدرس الاول، القرارات وليست الظروف. القرارات اللي احنا بناخدها في حياتنا هي اللي بتشكل قدرنا ومستقبلنا، بتشكل حياتنا كلها، مش الظروف اللي حوالينا. انت ممكن تكون ظروفك وحشه جدا، ولكن عرفت ان انت تاخد قرارات صح في الظروف ديت فتطلع باحسن نتيجه. الظروف مش هي المؤثر عليك، المؤثر عليك هو القرارات اللي انت بتاخدها نتيجه الظروف دي. لما تحط لنفسك كده قرارات، هتلاقي نفسك رغم الظروف اللي عندك اترسم لك طريق تمشي عليه. ولكن خلي بالك، اهم من ان انت تحط قرار هو انك تنفذه. القرارات في حياتنا بتتبني على اساس 5 حاجات. اول حاجه البيليف او الاعتقاد، تاني حاجه الرولز او القواعد، تالت حاجه الفاليوز او المعتقدات، رابع حاجه هي الايموشنال ستيتس او الحاله الشعوريه او النفسيه بتاعتك، وخامس حاجه هي الريفرنسز او المرجعيات بتاعتك. يبقى اي قرار في حياتك بتاخده من الخمس حاجات دي، وهناخد مع بعض كل حاجه من الحاجات دي بالتفصيل في الدروس الجايه. الدرس الثاني بيكلمنا عن البيليف او المعتقدات. المعتقدات اللي جواك هي اللي بتخليك تحس ان انت مبسوط او مش مبسوط، او ناجح او مش ناجح. مش الاحداث اللي بتحصل حوالينا، ومش الحاجات اللي انت بتمتلكها هي اللي بتخليك تحس بالرضا. معتقدك عن الحاجات دي هو اللي بيخليك تحس بالرضا. فالحياة كلها perception او اعتقاد في دماغك انت، والاعتقاد ده هو اللي بيخليك دايما تحس ان انت وصلت الحاجة او ما وصلت لهاش. تعالوا ناخد مثل على الموضوع ده عشان نفهمه. لو دلوقتي في 2 صحاب، عادل وحسن. عادل معتقده عن النجاح ان هو يسافر بره، شايف النجاح ان هو لازم يسافر بره ويبتدي شغله بره. وحسن فكرته عن النجاح ان هو يفتح مشروع في بلده. لو عادل قدر يوصل ان هو فعلا يسافر بره ويشتغل، هيكون انسان مبسوط جدا، وهيكون انسان ناجح في شغله نتيجه ان هو بيعمل الحاجه اللي هو بيحبها. انما لو خدنا عادل وحطيناه مكان حسن وخليناه يفتح مشروع جوه بلده، عادل دايما هيكون حاسس ان هو مش ناجح، مش هيقدر يدي في الشغل بتاعه زي ما كان هيدي لو كان سافر بره. مع ان لو جبنا حد من بره وبص على السيتويشن ده، هيقول لك ان عادل انسان ناجح وحسن انسان ناجح، بس معتقد كل واحد فيهم عن النجاح هو ده اللي رسم حياته. البيليف بتاعنا او معتقدنا عن اي حاجه موجوده في حياتنا، سواء كان احداث او ظروف او حاجه في ايدينا او حاجه مش في ايدينا، المعتقدات دي كلها هي اللي بتشكل حياتنا، مش الحاجات دي نفسها. تقدر بقى بسهوله جدا تغير معتقدك في اي حاجه عن طريق انك تبص للحاجه ديت وتطلع ايه الحاجات الكويسه اللي فيها وايه الحاجات الوحشه اللي فيها. الدرس الثالث في الكتاب ده بيكلمنا عن الرولز
او القواعد. بيقول لك كده: اخلق لنفسك دايما قواعد تخليك مبسوط وقواعد مريحه ليك. القواعد هي اوامر بنديها لنفسنا، لما بنمشي عليها بنحس بارتياح اكبر. كلنا عندنا القواعد بتاعتنا حتى لو انت ما كنتش واخد بالك منها. في ناس مثلا هتلاقيها لازم كل يوم الصبح تفتح اليوتيوب وتشوف فيديو مفيد، وفي ناس تانية مثلا هتلاقيها ان هي لازم كل شهر تخلص كتابين او ثلاثة. القواعد دي جزئين، في قواعد انت بتحطها لنفسك، وفي جزء تاني المجتمع بيفرضه عليك. ابتدي بقى من اللحظة دي اخلق لنفسك قواعد تخليك دايما حاسس ان انت مرتاح ومبسوط. شوف انت بتحب تعمل ايه وخلي الحاجات دي دايما قاعدة ليك انك تعملها. مش بس كده، اخلق لنفسك قواعد مجردة وغير مشروطة. من الاخر، حط عندك قاعدة انك تكون مبسوط مهما حصل من حواليك. مش فلوسك ومش شغلك ومش الناس اللي حواليك هم اللي هيخلوك مبسوط، انت واخد قاعدة على نفسك انك دايما هتكون مبسوط مهما حصل. لما تاخد قرار دلوقتي وتقول انا هبقى مبسوط رغم اي حاجة تانية موجودة، هيبتدي مخك يستجيب للكلام ده ويبعت اشارات لكل الجسم. فهتلاقي مثلا مخك بعت اشارة لعينيك، وعينيك ابتدت تشوف حاجات تانية انت ما كنتش بتشوفها او بقيت بتشوفها بطريقة مختلفة. في اشارة راحت لصدرك وبقيت تاخد نفس بارتياح اكبر. في اشارة راحت لمعدتك ومعدتك انتظمت في الهضم بتاعها وما بقاش عندك القولون العصبي والكلام ده. اشارات بتروح لعضلات وشك بتحسس اللي قدامك انك فعلا مرتاح ومبسوط مش اي كلام. كل الكلام ده حصل لما انت اخدت قاعدة على نفسك انك هتكون مبسوط عشان انت عايز تبقى مبسوط. الدرس الرابع بيكلمنا عن الفاليو او القيمة في اي حاجة احنا بنعملها. القيمة دي هي اللي بتعلي جودة قراراتنا. من الاخر كده، القيم الموجودة في حياتنا هي اللي بتديها معنى. لو واحد دلوقتي مثلا عنده شغل وبيجيب له فلوس كتير جدا، ولكن بياخد الفلوس دي يصرفها في اي كلام، ولا هو فاتح بيت ولا بيساعد اي حد، يبقى كده الفلوس بتاعته والشغل بتاعه بلا قيمة. القيمة مرتبطة بالمحبة، مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالتطوير، مرتبطة باي حاجة كويسة انت ممكن تعملها مع نفسك او مع الناس. حاول بقى تربط اي قرار انت هتاخده بالقيم الموجودة في حياتك. ده هيدي لقراراتك عمق اكبر، هيديك طاقة اكبر في انك تحقق قراراتك دي وتمشي وراها عشان تنفذها. ولو ما عندكش قيم في حياتك، امسك ورقة وقلم واكتب القيم بتاعتك، صدقني بعدها هترتاح جدا. دول كانوا اول 4 دروس خدناهم في كتابنا النهاردة Awaken the Giant Within، او طلع المارد اللي جواك. وزي ما قلتلكم كده ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل باقي 9 دروس الموجودين في الكتاب ده. ما تنساش الى هذا الحين انك تعمل شير عشان تخلي غيرك يستفيد، وانك تعمل لايك وسبسكرايب للزتونة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ده هيخليك انك تتابع كل اسبوع كتاب جديد. ولو عايز في الاخر انك تساعد الزتونة ماديا في ان هي تكمل مشوارها في نقل المعرفة، ادخل على لينك الباتريون الموجود تحت في الديسكريبشن. هتلاقي طريقة تساعد بيها الزتونة ماديا وتكون شريك فيها معايا في البرنامج، وتخليني دايما اكمل واحاول افيد بيها اكتر عدد من الناس. ممكن تخلي دي قيمة في حياتك، تساعد الزتونة عشان الزتونة تساعد ناس ثانية. بس كده خلاص، كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة. شكرا.